من الذي يسعى إلى تفجير الدول من الداخل. المهم ليس الوضع النص، بالتأكيد هذا النص ستظهر الممارسة عديد النقائص فيه، ولا يوجد نص قانوني على الإطلاق خالا من النقد، ولا يمكن أن يطاله النقاش. المهم أن النصوص حينما توضع في هذا الإطار الخاص بالذات يجب أن تكون ضامنة لحقوق الإنسان وللحريات الأساسية، وأيضا يجب أن تحقق الأهداف التي وضعت من أجلها بعيدا عن أي توظيف سياسي أو حزبي. القضية في مستوى ثالث ليست قضية حزبية، هي قضية وطنية تهم الجميع، ولا يجب أن تمرر على أنها انتصار لهذا الطرف ضد ذاك من الأحزاب المتصارعة أو بين النواب أنفسهم. أي نص قانوني كما قلت لا يخلو من النقاش، لا يخلو من النقد، والقضية هل أنه سيحقق هذه الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها. القضية الأساسية في معضلة تعريف الجريمة الإرهابية، حتى لجنة المنبثقة على اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة التي كلفت بتعريف جريمة الإرهاب أقرت بفشلها في تعريف هذه الجريمة. يعني فتم تعداد جملة من الجرائم في هذا النص الجديد ووضعت في خانة الجرائم الإرهابية. بطبيعة الحال هذا التمشي المعروف والمعهود في عديد التشريعات الوطنية قد يكون تمشيا خاطئا بالنظر إلى أن أركان الجريمة الإرهابية لم يقع الاتفاق عليها. لماذا فشل قانون 2003 في التصدي للجريمة الإرهابية بالرغم من عديد النقائص فيه، بالرغم من أن إجراءات المواجهة غائبة، بالرغم من أن ضمانات المحاكمة غائبة؟ يعني فشل. القضية ليست في التشريع وحده، يعني يوضع اليوم تشريع جديد وقدم على أنه تشريع سيؤدي إلى التصدي للظاهرة الإرهابية مع تعداد جملة من الجرائم كما قلت وتشديد العقوبات فيها إلى آخر ذلك مما ورد في هذا النص الجديد. هل أنه سيؤدي إلى ذلك؟ أعتقد أن المقاربة لا، ذكرت منذ حين أن يجب، ذكرت منذ حين ما قاله الأمين العام للأمم المتحدة كيف أن الدول الكبرى هي التي ساهمت في تفشي هذه الظاهرة. اليوم يجب أن نبحث عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تفشي هذه الظاهرة. لابد أن نبحث عن الإرهابي، من هو، لماذا يتم تجنيده، لماذا يتم انخراطه في شبكات إرهابية، من هو، لماذا يتم استغلال البؤس والفقر الذي يعيشه من قبل شبكات منظمة، من يقف وراء. لا يمكن حل القضية الإرهابية أو المشكل الإرهابي بنص قانوني، لا بد من تصور شامل وعام ومقاربة عامة لهذه المسألة. يعني لا يكفي وضع نص. طيب تم وضع نص 2003 وندد به الكثيرون لمدة سنوات، ثم جاء هذا النص وتحفظ عليه عدد غير قليل من المنظمات. يكفي التذكير في هذا الإطار بالعريضة التي وقعها عدد من الأطراف من الجمعيات بين الاتحاد العام التونسي للشغل حول تحفظاتهم إزاء ما ورد بمشروع القانون. يعني هذه القضية دائما تقارب مقاربة تشريعية، مقاربة تقليدية، وأثبتت التجربة في تونس وفي عديد الدول الأخرى أنها لم تحقق الأهداف التي وضعت من أجلها. زادت وضخمت من سلطات الإدارة، وزادت من العقوبات، وزادت في الجرائم التي توضع أو تصنف على أنها إرهابية،